ثورة 25 يناير فجرت الكثير من الطاقات الإبداعية لدى الشعب المصري. مش بتكلم على اليوفط الكوميدية اللي في ميدان التحرير ولا النكت اللي طلعت، لا أنا الحقيقة بتكلم على الطاقات التمثيلية الرائعة اللي طلعت على شاشة التلفزيون طوال فترة الثورة. منها مثلاً اللي كان بيعبر عن خيال واسع، CIA المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي، وكان قائم على تدريبنا عناصر إسرائيلية صهيونية. منها اللي كان مملوء بالغضب والهستيريا، ولا أي حد يعلم الحرب معه مستعدين يموت فيها. منها اللي كان مغلق في الدراما، ديني فرصة أموت إيدك. فضل يا فندم، ممكن يكون ده آخر كلام لمحمد فؤاد بتسمعوه. لكن كانت هناك حالة خاصة جدا، تامر من غمرة. تامر من غمرة اتصل بالتلفزيون المصري من خلال دموعه وقهاته في ليلة مليئة بالشجون. البلد اتبهدلت واحنا نبقى فيها، احنا السبب يعني، احنا نتكتب في التاريخ ان احنا اللي بهدلنا البلد. لا لا والله لا. تامر مش بس كان متأثر باللي بيحصل، تامر كان عنده نظرية مختلفة خالص عن كل اللي سبقوه، وهو بيحاول يشرح النظرية دي من خلال دموعه وحزنه شحتفته. هما أجانب بيكلموا إنجليش لانجوج كويس جدا، ما فيش حد بيتكلم غير الإنجليزية جوه. إذن الكلام في ميدان التحرير كان بالإنجليزي بس. حبيبي تامر كانوا بيقولوا إيه يا حبيبي؟ عشان بكرة اتحط له سلوجن إنه يبقى يوم الخلاص. يوم الخلاص مين؟ سلوجن الخلاص. انت بتتكلم انجليزي احسن مني. سلوجن مش حاجه تانية يا تامر. انا عايز عشان اكلمكم يا فندم، مش كل الناس هتتعبس. طيب اسمعني بس يا فندم، اسمعني عشان خاطري. انا محتاجك، محتاج تلفزيون. طيب يا اخي المصريين بجد. كفايه يا تامر كفايه، لازم تيجي، لازم اشوفك، لازم تحذر اخواتك المصريين من الخطر الكبير ده. تقدر تيجي؟ حضرتك في غمره تمام؟ تمام اهو، انت في غمره يعني تطلع مطلع كوبري اكتوبر، تنزل نزل تعمل مجرد، هتلاقي مدلع نطمو فيها، هتلاقي تالت دبابه يمين باسبيرو عادي. تعالى بقى شرفنا دلوقتي في في, في قناه النيل، من فضلك نقعد نتكلم مع بعض ويكون هديك، ومن فضلك رقم يعني تتواصل مع زمايلنا اللي وصلوك في غرفه التحكم في الكنترول روم. صعبه عليا طموره. انا فاهم وانت فاهم والمذيع فاهم ان انت مش في غمره وان انت مش تامر. التامر يا جماعه اللي كنتوا كلكم على النت بتسالوا عليه، تامر بتاع غمره ده اسمه هاني بيبرس، وبيشتغل محرر في النيل للاخبار. المصريين بجد. And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... تامر من غملة. تامر خد فتيرة. أي تامورة. يا مش هقولها بدمت بتحاجة كده. لا 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 مش هقولها. عيني عيني عيني.